السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير وكامل الصحة والعافية. بزاف منكم طلبتوا مني وصفات ديال الكيك يكونوا باردين، فاليوم غادي نقدم لكم هاد تشيز كيك ديال الأوريو اللي كيتباع في أفخم المطاعم وبثمن خيالي. انت غتوجديه واخا عمرك تعلمتيه، غادي توجديه في البيت وبمقادير اللي غنعطيها لكم سهلة وبسيطة. فأول حاجة غادي نحتاج هو علب 200 غرام ديال الأوريو. ممكن تستبدلوه بهذاك البسكوي الاخر ايو، راه كيدير غير 2 دراهم. فخديت هذاك الاوريو درته في الهاشوار، وهنا راني دايره الزبده دايبه بزاف. انا خديت منها غير 80 غرام، يعني ربع كاس، الباقي خدمت به وصفه اخرى. يعني كل 200 غرام ديال الاوريو غديروا فيها 80 مليلتر ديال 80 غرام ديال الزبده، عفوا تذوبوها، غتعطيكم ربع كاس. فغادي ندير الكل في الهاشوار وغادي نخلطهم مزيان. المهم ما طحنوهش يولي بودره باش ما يجيكمش الطبقه ديال البسكوي ملسة، خليوه مرمل باش تجيكم شوية كروكونت. خديت اطار اللي القطر ديالو 18 سنتيمتر، وغادي ندير فيه هاد الطبقة ديال الاوريو. غادي نحاول نبسطها مزيان مزيان على السيركل ديالي اللي قلت لكم القطر ديالو 18 سنتيمتر. نحاول نبسطها مزيان ونجيب شي معلقه ولا اي حاجه باش تقادو. انا خديت هاد الغطايه ديال الاطار ديال الحرشه، وغادي نحاول نبسطها مزيان مزيان، ومن بعد غادي نديرها في الثلاجه ونخليها على الاقل واحد نص ساعه على ما نوجد انا الطبقه ديال الكريمات تشيز. فغادي نعطيكم هاد الكريمه ديال التشيز اللي هي كتبقى واخا غتبان لكم غاليه، لكن غتبقى اسهل بكثير. فغادي ناخذ 6 قطع ديال الجبن المربع مع علبه ديال الحليب المجفف مع علبه كبيره ديال بيرلي ولا 2 صغار. غادي نضيف ليها واحد شوكولاته الدهن. هنا درت بالنسبه ليا درت 3 المعالق كبار، لكن نتوما ديروا غير 2 معالق كبار. فبعض المرات كنقولوا الزياده من راس الحمق، هي جات بنينه مي 3 بزاف. فهمتوا واش بغيت نقول؟ هي ما غادي يدير والو، غادي تجي كريمه قابطه مقاده زوينه، لكن لوكو جا طاغي بزاف. فديروا غير 2 معالق كبار، ما ديروش بحالي درت 3 المعالق، هي غير 2 معالق كبار ديال الشوكولاتات الدهن. فغادي نخلطها مزيان باللوبغا ميكسور مزيان مزيان حتى يتخلطوا ليا وينسجموا، تولي عندنا واحد بحال الكريمه ناعمه ما يبقاوش فيها كتل ولا حبيبات. صافي ونحطها على جنب. غادي ناخذ 200 مليلتر ديال الكريمه السائله. انا درت هنا هولالا حلوه، اللي ما بغاش يدير الكريمه ممكن ديروا 200 مليلتر ديال الحليب يكون بارد مع علبه ديال بودره شانتيي، لكن تتبقى الكريمه افضل واحسن لانه كيجي كريمي. غادي نطلعها بالباتور حتى تبان ليا راها بدات كدير هذاك، بدات كتعقد. غادي نولي نضيف ليها ديك الكريمه ديال التشيز اللي وجدنا مع بعضياتنا. يا صراحه ولادي حمقاتهم عجباتهم وتكالت في ساعتها. فغادي نمزجهم نعاود نطلعهم مع بعضياتهم مزيان مزيان. حتى تولي عندي واحد الكريمه قابطه صافي وها هي واجده. فكيف قلت لكم البنات، بالنسبه للبسكوي ممكن تعوضوه بايو ديال درهم.
صافي هنا عاود تخلطهم مع بعضياتهم ولات عندي واحد الكريمه زوينه. هنا خرجت البسكوي ديالنا من الثلاجه، غتلقاو قبط في راسو، ديك الزبيده ديالنا جمدات. صافي غادي نفرغ فوق منها هاد الكريمه وغادي نحاول نبسطها مزيان ونقادها. كتشوفوا كندير هاد الحركات بسباتول في الوسط باش تجيني الكريمه موزعه بشكل متساوي وما يجيش داك الفراغ ملي نقطع التشيز ديالنا من الداخل. صافي غادي نبقى دابا نبسطها ونقاد لها الوجه مزيان مزيان، وغادي ندخلها للثلاجه وغادي نخليها ترتاح ساعتين في الثلاجه، يعني راها مزيان. هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه لمده ساعتين، فعرفتوا جاوني الضيافة على غفله في هذه الوقيته، ومني كتكوني مصوره شي وصفه وباغا تساليها دغيا راه شغنقول لكم. خديت هنا 100 غرام ديال الشوكولات الاسود ودوبته مع دوبته وضفت لي علبه ديال دانيت شوكولا، خلطتهم مع بعضياتهم حتى ولات عندي هنا واحد الكريمه اولا واحد الكاناش من الفوق يعني. وغادي نحاول نوزعو على الكاك اولا تشيز كاك ديالي كامل، ونحاول ندير واحد الخطوط ينزلوا ليا هكاك عشوائي في التشيز كاك ديالنا. ومن بعد هنا غادي ناخد واحد علبه ديال شويه ديال الاوريو اللي كنت مهرمشاه، وغادي نزين به الجوانب ديال التشيز كاك ديالنا. كان غابيل راه فيها الاوريو، لا ما بغيتوش ديروا هذه ما ديروهاش، فخليو غير ديك الطبقه ديال الكاناش من الفوق. بالنسبه للكاناش بغيتو ديروا حتى الكريمه عوض دانيت شوكولا، كيكون لكم الاختيار. كل 100 غرام ديال الشوكولات مع 50 مليلتر ديال قشده الطريه ذوبوه مع بعضياتهم وديروه هو من الفوق. فغادي نحاول نزينها وعاود ندخلها للثلاجه حتى تقبط راسها ونخرجوها ونقدموها بالصحه والراحه. فكتجي لذيذه، واخا تكوني عمرك ما وجدتيها هانتو راه ساهله وبسيطه، والمذاق والله حتى احسن من اللي كنشريو من المحلات الكبرى الفاخره، كنشريوها بثمن غالي بزاف بزاف. فإلى عجبكم فيديو اليوم ما تنساونيش ديروا لايك واشتركوا بالقناة باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد ديال شهوات أم العربي، وما تبخلوش عليا بلا جيم وبالطلبات ديالكم حتى الانتقادات ديالكم اللي كتكون بناءة وخاصة بالوصفة ماشي خاصة بأم العربي كشخص، فراه كنتقبلها بصدر رحب وكندير بها. يعني الا قلتوا لي هاد المرة زيدي هاد المكون كنحاول حتى انا نزيده، لان فعلا راه كنتعلم منكم حتى نتوما بزاف ديال الحوايج. والله لا يخطيكم عليا، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله. الى اللقاء، غادي نخليكم مع باقي صور وهي مقطعه، ونحاول وحاولوا توافوني بالتطبيقات ديالكم الا جربتوها، لان هادشي كيسعدني بزاف بزاف. الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.